السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر الأطراف الكرام. تاريخ تسجيل فيديو اليوم 29/11/2021، يوم الاثنين. طبعا الفيديو هو قياس سرعة الواي فاي تبعك بالبيت، قياس سرعة الإنترنت تبعك. شو الطريقة اللي أعرف فيها سرعة الإنترنت المنزلي الموجود في بيتي؟ طريقة سهلة يا جماعة الخير. أنت شابك من الواي فاي تبعك، عبارة تبحث بال جوجل، تكتب سرعة النت، هاي سرعة النت، تختار fast.com الخيار الأول، تخليه يبحث. تمام يا جماعة الخير، هاي سرعة اللي عندي 8 ميجا بايت. أتمنى كل شخص يجرب هاي الطريقة ويخبرنا شو سرعة الإنترنت عنده. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. أي سؤال، أي استفسار، أي حد عنده أي اقتراح طريقة نشرحها يخبرنا بالملاحظات، مشان إيش؟ مشان نجهز فيديو إن شاء الله وننشره لكم على اليوتيوب. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من فضل دعائكم.